هنا في هذا البيت البسيط بجماعة إزناجن تقطن السعودية امرأة في عقدها السادس رفقة زوجها. خلال هذا الفصل من السنة تعاني الأسرة الأمرين من أجل الحصول على التدفئة. الأصمات البرد قارس، ومن أجل جلب هذه الأعشاب اليابسة يجب أن نذهب إلى أعالي الجبال لمدة يوم كامل، وبالتالي أترك زوجي المسن وحيدا. المشقة الكبيرة التي تتكبدها هذه المرأة من أجل جلب هذه الأعشاب اليابسة لا تتوقف هنا، بل تستمر لتسبب مشاكل صحية بسبب الدخان المنبعث من هذه الأعشاب. أنا رجل مريض، والدخان المنبعث من هذه الأعشاب يلحق أضرارا جسيمة بصحتي، ويعتبر مشكل التدفئة من بين أهم المشاكل التي يعاني منها قطنو هذه الدواوير البعيدة. ويعتبر البعض أن التدفئة بالخارج